هلو حبايبي، شلونكم؟ يا ربي تكونون زينين. شوفوا، اليوم راح نحكي، اول مره احكي بهيك فيديو، لان دائما تسالوني على انستغرام او على يوتيوب بنحكيكم على مقاطع افلام دائما او مسلسلات، تسالوني ضحى شنو هذا الفيلم. انزله دائما ستوري بس مو الكل يشوفه، فقررت اليوم احكيكم على المسلسلات اللي انا تابعتها والافلام. انا كاتبتها بالورقه، واليوم الشموسات حلوه على فكره، صار لي يمكن كوما فترة يعني ما قاعدة قدام الشمس، بس حاسة بدفو كلش حلو. وبتركيا إذا تعرفون يعني هاي الأشهر راح تجي راح تختفي الشمس نهائيا، فهذا الشيء يعني إيجابي. فخلينا نحكي على أول فيلم أني كلش أحبه أو كلش حبيته، وخلينا نبدأ الفيديو. يلا، الفيلم الأول هو اسمه 1917. صراحة أني ما عندي خبرة كل شوي بالأفلام والمسلسلات، بس أكو صديق كلش حلوة قناته والإنستغرام مالته يقدم لكم أنواع الأفلام والمسلسلات، اللي هو اسمه علي البهار، راح يطلع هنا الإنستغرام واليوتيوب. كلش أحب أتابعه لأن يعني دائما يساعدني بالأفلام، وهذا الفيلم واحد من هاي الأفلام اللي أني شفتها من عنده، اسمه 1917. هذا الفيلم يخص الحرب. صراحة أني مو من الناس اللي أحب الحرب، بس قصة الفيلم كلش حلوة. تبدي عن شخصين، هذول الشخصين أصدقاء، ويروحون يبحثون عن أخو الشخص واحد من عند الأصدقاء على مود يوصلوا له فد برقية إنه وقفوا الحرب أو تراجعوا. وبيه هواي أحداث حلوة، ما أريد أحرق عليكم، أعطيكم صورته هنا وشوفوه. إذا حابين تحبون أفلام حرب شوفوه، وإذا ما حابين براحتكم. الفيلم الثاني اللي هو آن شيرلي، صراحة أني هاي الشخصية أعشقها، وشايفين قد متابعة الكارتوماتها ودائما أعيده. فهاي الشخصية مجنونة بشعرها الأحمر، بتفكيرها، بكلماتها، بحيث حتى الكلمات اللي تقولها دائما تطبع بدماغي. وعلى فكرة عندي دفتر أي كلمة تقولها أكتب بيه الكلمات اللي تعجبني، فكلش أحب هاي الشخصية وبجنون. إذا تحبون شوفوها راح يطلع لكم هنا. خلينا نروح على الفيلم اللي بعده. الفيلم اللي بعده هو فيلم طفولي، احسه البنت شخصيه كلش حلوه وصغيره. طبعا الفيلم مو باللغه الانجليزي، الصور اما الفرنسي او الاسباني، صراحه ما عندي خبره باللغات، بس الصور هيجي شيء اسمه انجيلاس كريسمس. يعني بنت صغيره، عائله شويه حالتها الماديه مو كلش تمام، فيعجب هاي الطفله انه تشيل لعابه او تملك اشياء وتروح للكنيسه وتاخذ فد شي معين. ما رد احرق عليكم الفيلم، فكلش حلو وقصير كلش، يعني تابعوا صراحة ما ينمل منه، كلش كلش حلو. والبنت هم شكلها يموت. خل نروح على اللي بعد. والفيلم اللي كلش حبيته اسمه كوكو. طبعا هذا الفيلم اني اول مرة اسمع عنه او اشوفه، لانه اصلا اني مو هواي اتابع افلام، بس اختي اقترحت لي، قالت لي ضحى كوكو كلش حلو فروح شوفيه. قالت لي بالبداية ماما كوكو، ادور ماما كوكو ماما ماكو، كتبت بس كوكو كان يطلع اسم الفيلم كوكو. عذروني اذا احكي سريع، لان يعني انا بطبيعتي احكي سريع. فهذا الفيلم يحكي عن عائله معينه يكرهون العزف بسبب جدهم القديم، لانه جد صارت مشكله على مود العزف وطلع من العائله وتخلى عن العائله لاسباب معينه، بس ما عرفوا الحقيقه بوقتها. وطفل حفيد هذه العائله يطلع يحب العزف، وهم يعني شلون يوقفون ضده، ممنوع هذا الشيء. ما رد احرق عليكم الفيلم، بس كلش حلو وبقصص معبره. هو فيلم انيميشن، والشخصيات المرسومة كلش كلش حلوة وغريبة، يعني هيجي اكو قسم هيكل عظمي وهالاشياء، فشوفوا كلش حلو وكتبوا لي رأيكم بي. هسه نروح على المسلسلات اللي اني عشقتهم بجنون، يعني اكو مسلسلتين كلش اثروا يعني هيجي بداخلي كلش احبهم. خلينا نبدأ بالمسلسلات. يلا، اول مسلسلة واللي اني عشقتها بحيث بدون مبالغة، اول ما اقعد من النوم لحد ما انام اني اشوفها فاتحتها على يوتيوب، وهي الحلو موجودة على يوتيوب والجودة قوية. أهم شيء عندي بالأشياء اللي أتفرج لازم تكون جودة قوية، عمود هيجي يعجبني أستمر إنه أشوفها. المسلسل اسمها حكايتنا، اللي هي الشخصية الأولى فيليس اللي هي هازال، أصور اسمها بالتركي. والشخصية الثانية اللي متت عليها هي فكري، هو الأب. طبعا هي عائلة شوية حالتهم ضعيفة، هي بنت ربت أخوانها الستة، ودائما تقاتل عمود يعيشون ويدرسون وتسويهم احسن الناس وتعوض عن غياب امهم، لان امهم كانت تتركهم بسبب بالاخير اكتشفوا انه هي شويه مريضه، عندها يعني اضطراب بالمشاعر، مره تحبهم مره تكرههم مره ما تريدهم بهالامور. وابوهم شخص دائما يشرب سكير وما مهتم لاي شيء، بس شخصيه فكري يعني لو ما هو المسلسل ما صار حلوة أبدا، لأن فكاهي بس هو صح أنه مقصر ويا أولاده، بس بوقت ما يحتاجوه يعني يكون واقف وياهم بأصعب الأمور. يعني مرات تصير أشياء عادية صعبة وياهم بفلوس أو هيك شغلات ما يلقوه، بس لا بالأمور كلش كلش صعبة.
فيكون أب كلش ممتاز، هما كلش يحبوه رغم أنه بأشياء هواية يعني مو زينة، ومرات يسرق فلوسهم هالأمور. فشوفوها طبعا المسلسل أنطيها 1,000,000 من 10 هالقد ما هي حلوة، متت عليها وبها جزئين. نروح على المسلسل الثانية اللي أعشقها كلش هواية. المسلسل الثانية اللي متت عليها صدفة، كنت أشوف يوتيوب فشفت فيديو أو مسلسل مكتوب عليها الغرفة الحمراء، فصراحة صار عندي فضول أشوف شنو معنى المسلسل، ففتت عليها فطلعت المسلسل مأخوذة من أحداث واقعية، والشخصية الأساسية هي الطبيبة النفسانية، ويجون أكو ناس أو عوائل تعاني من مشاكل نفسية، ويومية تجيها قصة وتحكي لها. مثلا يجي شخص، واحد من الأشخاص كان مثلا هو صغير أبوه يضربه ويعنفه لأن هو ضعيف، لأن هو دائما مريض ودائما يأذي ويضربه، لحد ما كبر 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 وصار بالجيش، وراها رجع وصار عصبي وكسر أشياء كلها، لحد ما هم احترموا وشافوا. يقول هم أهلي ما شافوني إلا لمن أني قمت صرت عصبي وأكسر، وقام كل ما يكسر كل ما يحترموا أكثر، لأن هو تفكيرهم قائم على هاي الشغلات. ومن كبر اتزوج، ورا ما اتزوج قام يعنف مرته وأطفاله. فاجل هاي الطبيبة، ما رد أحرق عليكم المسلسل بس هاي قصة من القصص، اجل هاي الطبيبة وقالها انه انا اريد اتعالج. مرته جابته وقدم الطلاق لانه قالت بعد ما اتحمل انه يضرب اطفالي ويأذيهم لان ما اقدر اعيش وياه اكثر. فنشوف الشيء الاساسي انه شنو تعانون منه بالطفولة يعني ناتج عندكم بالمستقبل، بس اكو ناس يعني تحول الطفولة السيئة لأشياء جيدة، بس اكو ناس لا تسوي العكس. فيعني هاي المسلسلة الرائعة راح تفيدكم بهواي شغلات، راح تشوفون اكو اشياء حقيقية دا تصير دار مدايرنا بس احنا ما نشوفها، فكلش مهمة. كنت اتفرجها على يوتيوب بس هسه حاليا انحذفت لان هي تتعرض على التلفزيون التركي. هنروح على المسلسل اللي بعدها اللي شوية استفزتني، مو شوية والله كل شوية كل شوية تستفز، اللي هي اسمها يتار. يتار يعني يكفي. هاي المسلسلة شخصيتين، هي بنت والزوجة طبيب جراح، وهذا الطبيب شوية بيعقد نفسية، مو شوية كل شوية بيعقد نفسية، بس هي ما كانت تعرف هذا الشيء. فزوجته والعقد النفسية بدت تكثر، وهو يحس نفسه انه هو احسن شيء بهالحياة، وانه هو يعني كل شيء يقوله صحيح، وانه هو كل شيء يقوله هو الافضل للعائلة. فهي صار عندها طفل، وهذا الطفل يعني قام يضربه ويأذي ويعلمه اشياء عدوانية، بحيث مرة من المرات الطفل اجى حط طالبة صديقته بالروضة بكيس وخنقها، تخيلوا، ولو ما يعني اكو معلمة تساعدها كان ماتت. فقام يتعلم على العنف، فش سوت هي؟ صار عندها حمل ثاني، وهذا الحمل خفته عن زوجها، يعني جابت الطفل بس هي قالت لا الطفل مات، بس هو ما كان ميت، انطته الاخوها اي مرت اخوها طلعت انسان سيء، ويعني البنت كبرت بغير مكان. شوفوا ليش استفزتني، لان هو الزوج دائما يسوي اشياء كلش مزعجه، ودائما المخرج مركز انه بس هو اللي تمشي كلمته، هو اكيد يعني احداث متسلسله، بس لازم اكو شويه في الجزء انه البنت تنجح بيه. فاي شيء تريد مثلا تطلع من هذا السجن يلزمها تاخذ اولادها وتهبر. شخصية الزوج كلش مزعجة، من الأشخاص اللي مثلا يجي للبيت ويقولها هلو حبيبتي أنا أحبك أنا أموت عليك، ومن هالكلمات بس شنو يحكيها بخشم عالي كل شوية، وانتي إلي وأنا ما أخلي أحد غيري يعني ياخذك مني، ومن هالأمور، لأن يعرف أنه هي بدت ما تريده. بس شو يعني المخرج دائما مركز عليه، هو اللي ينجح، هو الخطط تمشي، ولا مرة البنت صار أنصاف وياها، يعني بس الظلم. فهذا الشيء يعني واحد يريد يدخل بالمسلسل رأسا ويقول لك كافي عاد يتار، صدق يتار زين. فهذا الشيء زعجني. إضافة يجي يحكي وياها هيجي بكلام حلو، ومن بعدها يسوي مصايب، وأني هذا هيجي زوج أنجن منه، ما أتحمله مستحيل. مستفز، ما يضرب، ما يسوي شغلات ثانية، بس يعني هيجي ينرفز يخليك تعصب، فهو بي أصلا مشكلة نفسية. واكتشفت بعد انه عنده الزوجة السابقة وحابسها في مكان معين، يعني مو بس هي محبوسة، فاكو زوجة ثانية محبوسة، وبدأ شي يسوي يلزم الطفل ويخلي امه بمواقف يعني مو حلوة، هو الاب، ويجي يقول للطفل باوع امك ما تريدك، باوع هيجي يعني حرض الطفل على الام،
واني هذا الشيء كلش يزعجني. ايش قد ما تكون المشاكل بين الزوجين الطفل ما له اي دخل، يعني ايش قد ما تكون مشاكل بيناتكم انتم انفصلتوا او انتم مع بعض عندكم مشاكل، الطفل ما له دخل، لا تستخدموه حتى تحققون في الشيء بداخلكم، تفهموني؟ فهو هذا اللي سوى، استخدم ابنه والطفل ما يفهم، اكيد راح يعني ما راح يفهم وراح يقول هذا صح وهذا خطأ، لان هو يظل طفل ومو عارف شايف المواقف قدامه تحصل مثل ما ابوه ده يقول تمام. فهذا ازعجني بي وصراحة لها سوى مخلصتها، بعدني مستمرة اشوفها واباوعها بس وبعدني ما مخلصتها، لان كل ما اشوفها اتعصب فاخليها اشوفها مرة بالاسبوع هيجي شي. فنجي على اخر مسلسل وهي اسمها البدر، البارحة تابعت اول حلقة لها، بنت الطباخة تطبخ، هذا الشيء حبيته بالمسلسل، يعني تروح تشتغل ببيت، وهذا الشخص يعني مدير شركة كبير، هو كلش نحس، تحط له ملاحظات وينزعج، وتسوي له طبخات مثلا تطلع الزيوت برا على الميز او هيك شيء، هو ينزعج ويضوج يقول هذا بيتي تتحكمين بي، بس هي ما تهتم لكلامه، تقول له هذا مطبخي واني استخدمه ودا اطبخ لك الاكل، وبعد ما اعرف شنو راح اصير بالمسلسل. هاي المسلسلات اللي اني شفتها، كتبوا لي انتم شنو المسلسلات اللي تتابعوها حتى اشوف مثلكم. وبس اتمنى الفيديو عجبكم، اول مره اسوي شي فيديو والشمس ذبحتني وانشويت من ورا الشمس يا جماعه، بس حلوه يعني ضل دفو حلو. احبكم كوما، التقاكم فيديو جديد وبس، باي باي.